لما تتبخلش عنا بالحضور ديالنا. كان وعدها ان شاء الله بان نبقاو غاديين في هذا لابون فواي باذن الله، لان الفريق خصو يرجع للمكانه الاصليه ديالو ان شاء الله. لله يعني كنا عازمين اليوم على اننا ناكدوا ان الصحوه اللي كانت هذه ثلاث اسابيع ان نزيدوا ناكدوا ان فعلا صحوه من اجل تحقيق الامل والطموح ديال الجماهير العريضه، الا هو الصعود. عرفنا اليوم المقابله ما غاتكونش بالسهل، الظروف اولا سيتان ديربي عنده طقوس خاصة، أرضية حتى أرضية الملعب اللي ما ساعدتش بشكل كثير، ولكن الحمد لله توفقنا أننا حققنا الأهم ألا هو ثلاث نقاط. العفو. هو المهم عندنا ثلاثة نقاط كما كان الخصم. مباراة ديربي كانت فيها شويه النديه، شويه ديال الحساسيه بين الفروقين الفريقين بجيج. الحمد لله ثلاثه نقاط غادي تقربنا، عندنا ماتش واحد اخر في الملعب مع الراك ان شاء الله الحد الجاي. ان شاء الله غادي نستمروا في هذه النتائج وان شاء الله باش نطلعوا ان شاء الله. هادشي اللي غادي نقول. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.